صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. كالعادة كنبداو نهارنا بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نهار جديد وفيديو جديد. الصبيح هذا لقيتوني غادي نخرج شوية نتمشى، هادي تسعود دابا. المهم هزقي هادي ريد الماء، غادي نخلي الدار. انا بدا عندي النهار من الفجر، ولكن دابا لقيتوني غادي نخرج نتمشى عاد نجي ان شاء الله. يعني اللي غنخليه راه غادي نصيبو، غنقول لكم شي بحال دائما الدار كتصبح حديت ولا حرش. المهم بقيتوني رجعت معكم، نظفت الحالة ديالي باقي القصور، صبحت المثل الصباح دابا غادي نطحنو دابا. انا قلت لكم لان تبدلت لي الروتينه ديالي، ما بقاتش كيما دائما، يعني كنمشي على حسب الوقت ديال الدار ديالي. المهم خرج انا في الصباح شربت قهوه عاد خرجت، ودابا ملي جيت قلت غادي نجلس شويه نرتاح، شللت عليا. المهم غنجلس شويه، خديت شويه ديال الكيك وغادي ندير غير واحد اساي هاد التبرده وبرهاك عليا، وغادي نجلس شويه نتسرح نشوف لا تيلي ونشوف شنو واقع في الدنيا. وان شاء الله غادي نرجع معكم. عملت واحد لافادوراي اخرى، يعني واحده اخرى عملتها دابا صابن والاخرى نشارسها. ملي نرتاح شويه غادي نشارك معكم الغديوه ديالنا. اليوم غديوه بلا لحوم، طلبها لي الابن ديالي وان شاء الله غادي نوجدها له. ويوم جديد معايا ان شاء الله بحول الله، وانتم معايا غادي نمشي شويه بصحه. فطوركم كاملين بيكم، واخا انا وخلاص الثاني انا شربت القهوه عاد خرجت. رجعت معكم. نبدا بالغدا هو الاول، لان ولدي غادي يجي مع جوج لارب، وطلب لي قال لي ماما ديري لي تشكتوكه ديال الفلفله وديري لي واحد الطورتيه كنعملها في الفران. وقلت له واخا، يعني كل نهار ورزقو هنايا عندي البصل اللي غادي نحتاج، وهنايا مطيشه هادي غادي نحكها باش ندير بيها التشكتوكه، ما غاديش نقطعها، نحركها. وقعت سوشلاغو ديال الخيار ولي تشوبه لي عندي وجلة، هذا عندي مغنيات أول حاجة اللي غادي نبدا بيها، غادي نضف هاد الفليفلات نشللهم، وغادي نمسحهم مزيان، ندهنهم شوية بالزيت ونشللهم شوية الملحة ونديرهم في الفرايد وراي تشوى. المهم راه كلشي كيعرف تشكتوكة ديال المغاربة. انا غنديرها غير هنايا تشوى، لان ما عنديش الفلفله بزاف، عندي هادو هادو كافيني، ولكن هادو شويه كبحال هاد الفلفله على حسن هي كتقطع وتشحر لانها بحال اللي كنقولوا غليظه. المهم غادي نعملها هنايا، انا مسحتها وغادي ندير لها نقيطة د الزيت والملحة، وغادي نجربها نشويها هنايا ماشي مشكل. بسم الله، غي شوية د نحاول غير بحال نحيد لها هاد القشرة ديالها وصافي. بسم الله، أنا تقريبا الشغل ساليت، بقالي غي شوية حشاكم ديال
لاباروس اعزكم الله غادي نقيو شويه. قلت نصبق الغدا ما نعرف يجيب لي ولا شي حاجه. اسم الغدا ديالو واجد السنة. صافي غادي توجد دابا. غادي هنايا غادي نعمل البطاطس لاقيه وجبانه، وغادي نشحر البصله والفلافل الالوان حتى يتشحروا باش غنضيف عليهم هادو. غادي نديرهم في الفران، كتجي بشكل طرطيه مقيله، المهم اللي بغيتو تسميوها سميوها، كتجي جديده واعره. غادي نبدا نوجد البطاطا هي الاولى، غادي نقشرها وغادي نعملها تسلق هي وشويه ديال الجبانه. كما تقدروا تعملوها مقليه، ولكن انا غادي نشحر الخضيره لان جربتها مقليه وجربتها هيدا كتجي نفس اللذه. هي كتكون بحال اللي كنقولوا شويه ديال ناقصه من شويه ديال الحاجه المقليه وصافي شويه ديال الدهون. اليوم النهار بلا لحوم كل نهار رزقو. المهم غادي نقي ونرجع معكم. المهم لقيتوني هنايا في هاد الطنجره، عملت البصله وعملت الفلافل الاول بحال اللي تبغيو تكتفيو غير بفلفله خضراء اولا فلفله حمراء ماشي مشكله. وهنايا عندي الطاقه وزدت عليها شويه ديال الجلبانه. غادي ندير لها واحد الورياق ديال سيدنا موسى هاد الرمل، وغادي ندير لها شويه مليحه وصلات على النبي باش تجي بنينه وصافي كتجي واعره. انا بناتي نورمالمون ديما ما كياكلوليش البصله في الحاجه اللي ما كانتش محكوكه، وملي كنعمل هاد المقيله ولا طرقيه ولا شنو كتكون هيدا مشمضه الفلفله والله الا لا كياكلوها. المهم هنا غادي نقرب لكم الكاميرا. عندي هنا شويه ديال الملحه، وهنا حتى هنا غادي ندير شويه ديال الملحه. غادي نشعل عليهم العافيه وغادي نخليهم غنمشي نكمل الشغل ديالي اللي عندي. المهم هادو هاد غتبقى غير تكتوكا تبارك الله راه كلشي كيعرف. انا عملتلنا شويه ديال الزيت باش نشحر هاد الخضيره. كيما تقدرو تزيدو لها الكفته، تقدرو تزيدو لها التون الجبن، المهم اللي عندو شي حاجه يقدر يستعملها. والخضره انا كنستعمل غير هاد الخضره هادي اللي يقدر يشحر هذا الذريعه اولا الجعده، ولكن انا ما كتعجبنيش كتجي خلي كنقول مصل الخلطه. المهم غادي نخبز هذا الشيء وغادي نطحن هذا الربع هو صافي. وركن الشعر ديالي اللي غسلته قبيله الفلفله هي باقا كتسكت شويه. غنقول لكم هاد شويه رزات لي يديها خلات لي الماركات على كل جهه وشويه. المهم باقي خصها تزيد. صافي غادي نطحن هادشي هذا لاين اللي خرج هاد الهشوار احنا فما كنجيب الربع كنغسلو مزيان وكنقسمو على أربعة ونعملو هو كي كيدير راسو لراسو واحد الرحمة من عند الله كي يسالي هذا. المهم انا الربع هذا
كنعملو هيدا كنعملو شويه د الزيت وكنعملو شويه د الملحه يعني كيلو وصبي بعد المرات جوج سيمانات هنا عندي جوج قبيطات ملي كتكون قبطه غير صغيره راه ضروري صافي الخضيره ديالي هي كتشحر غتشحر غنزيد لها شويه ديال الابزار شويه الكمون ومليحه التحميره حتى هي كتجي لذيذه والله الا هو هاد اللي كياكلوا الخضره بسمنه ميرا ملي كيكون الربيع ناشف مغسول وناشف كيتطحن واعر ما كيجيش لا عبك يعني في الدوره الاخر صافي دابا غادي الدوره الاخرانيه غادي ندير له شويه ديال الملح وغادي ندير له واحد نقيطه ديال الزيت الدور معاه ما كيبقى له حتى حاجه كيبقى غزال والنص الاخر كنطحنو ونعملو في الفريغو لا التلالي هادو كان باقي ما كاينش السوق باش نمشي نجيبو كنسيب هذاك ديال الفريغو مقطع عاود عندي ما كنكون في مثال حتى شي واحد هادو نقول انا ما عنديش ربيع يعطيونا الربيع ولا انا دائما كنعمل هاد الطريقه هادي سيمانه كنجيب جوج القبطات وسيمانه كنجيب غير قبطه لان دائما كيكون عندي الفريغو فيه دائما الفريغو فيه الاحتياط تبارك الله واش مقطع غزال يعني ملي تحتاجي غادي تسيبي غادي نزيد لك كميه عاود ديال الزيت من الفوق وصافي هذه هي الطريقه ديالي صافي انا عمرتو يعني هذا راه غادي يدوز لي واحد العدد الاخر دابا غادي عاود نطحنو بنفس الطريقه ما نعملوش غير الملاح لا وغادي نديرو عاود في الفريبو ملي يكون هيدا محتاجه الحريره نعم الدار ديالي غادي نصيبو هنايا الخضيره اللي عليها نشوفها نكمل الطحين ديالي وصافي هادي هي الطحين هذا غادي نعملو هنايا يعني هدا عاود نحتاجو اللي بغيت حريرة خضرة نقلب لي شي حاجة عندي الاحتياط غادي نشد عليه وغادي نديرو في الفريكو ها نقول لكم حرقات لي يعني كنا عندنا حاجة صدقنا عسل شنو هذا عسل كيت نعرف شنو غادي نعمل خضرايا كتسلق والاخرى يعني ما بقاليش الوقت عاد نعدل حاجه اخرى والله ما نعرف ايه يا وليدي يا ولدي شنو شنو واش غادي ندير طاجين بالطماطي شي حكي تاهي وشويه التومه وبصبر المعدنوس الفلفله عندي هنا عاملاها في هاد الميكا باش دغيا تحيد لا القشره المهم هنايا حطيتها تقطع غنعمل البيض بحال اللي كنت غنعمل قبيله غير هي غادي نحيد لها الخضره غادي نستعمل غير البطاطا والثوم وملي نحس بها طابت غادي نزيد لها شويه ديال الجبن من الفوق لان ما عندي لا الكريمه السائله ولا حتى شي حاجه كتكوني دايره فراسك غادي ديري شي حاجه كتوقع المهم الحمد لله توزعي على الراس وتعطي والله هذا اليوم هذا النهار هذا يا ربي الحبيب شنو وقع لي كنت خارجه في الصباح هاد الجار اللي حدايا واحد الجار حنايا عنده بحال شكون واحد الكلبه كبيره وجاي ليا كتجري وملي كنقول له شده شده وكيقول لي لا 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 ما كدير والو وهي جايه لعندو وكيقول لي لا ما كدير والو داها مني خلع دابا قطعت صباعي
كملتها حرقت شويه عند شويه ديال المعدنوس، كملت حرقت قطعت الصباع ديالي، حرقت قلت لها الولدي اللي كان طالبها لي مسكين مول هنايا واحد شويه ديال الزهر، وغنزيد لها شويه تحميره زعما نعد لها بواحد الشوق. يلا قدر الله ما شاء فعل. باقا ما حيدتلاش ديك الوريق ديال سيدنا موسى، مزيان. وغادي نجيب الفرنكة ديال الجاج، غادي نلبسو بالكاغيط ديال الفران، صافي غادي نعملها هنايا في هاد الطرف. نحسبها حتى شوية تشبر راسها، وغادي نزيد الجبن من الفوق. هاذي ما وقع المهم هنايا تقريبا الطاجين على ديك الوطيشة هي كتصير. أنا حكيتها باش يعني باش نسرع لأن مبقاش الوقت. الفلفلة حيت درتها في الميكا كانت ساهلة دغيا وجدت من عندي. المهم صفرا حمرا خصكم كيف تصافي مبقا عندي الكانة ديال تحاج. المهم هذه هي الحياة، حياتنا بلا زواق بلا في المثال. أنا كنشارك يعني مصداقية، يعني واحد الحاجة اللي هي واقعية ماشي. المهم عندي شوية ديال السودانية، اللي عنده الهريسة كان أحسن. غادي نزيد واحد شوية الكمون والتحميره، صافي هادشي اللي غادي ندير فيها. وملي غادي تزيد طيب مزيان غادي نزيدها شويه ديال الربع التحميره درتها قليله، هي كطيب زيت العود. غادي نزيدها واحد شوريطو غادي نغطي عليها شويه، يا ربي توجد دغيا كيحماق هو على شي حاجه بحال دابا التكتوكه بحال الزعلوط بحال هذاك الماكله ديالنا اللي كتكون تقليديه هيدا كتعجبو. هو عنده يعني في الشركه اللي خدام فيها عندهم ريستورانت كبيره كيديروا لهم الغدا، هو هيدا كيسمح فيهم كيجي. انا اللي قلت له البارحه جاب لي شحال نعمل لك الغدا، قال لي ماما عندي لي وعندي لي. المهم قدر الله ما شاء فعل. ما هي كطيب تشيكي تشيكا حتى هي راها ماكله، خليها طواجين يطيب. كاين بحال اللي كنقولو علاش؟ ضيعتي؟ سي ايوا علاش؟ انا قطعت يدي جاي كتجاوز عطاوني هادشي هو وسطها كلها. اه هادي نو شيخ راه كان يجي مخرحيت بين الجيم واش هاد النهار هذا والله العظيم الا من اولو يعاودوا بالله. عرفتي ميرا قطعت يدي خرجت نتمشى، هاد الجار اللي مقابلنا حاشاك جايب واحد البيرون قد ما مالو، كنقول له شدو شدو كيقول لي لا ما كدير والو ما كدير والو، يجي لوجهي. جيت دابا عاد ديك الماكله اللي قلت لك غنعدل لك البارح تبقات تحرقات لي كنصورها. دبر درت شويه ديال التكتوكه ها هي واجده، وكملت ديك الماكله غير يعني ما درتلاش الخضره وصافي. وشليضه ولدي واسمح لي، وانا زعما قلت للمتتبعين ديالي انا كنوجد الغدا لولدي. والله العظيم يلا انا نحط لك يعني. المهم انا وجدت شي حاجه صح. انا صح. المهم حبايبي رجعت معكم، عطيتكم هذا النهار الكوارث. المهم صافي البطاطا ديالي خرجتها كتجي بحال الطورطيه ها هي خربقنا بولو مينوس بحال اللي كنقولوا حنايا
تركنا المواقف. تشكتشوكة ديالي ها هي طيبة، ها هي غزالة. صافي الطورطية ديالي ها هي اللي كنت باغية نعملها. واش ليدا ها هي، اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال، والله يحفظكم من كل الكوارث وتفوتها على الراس وتعطي. كنتمنى تكونوا قضيتوا معايا نهار مزيون وما نكونش ثقيلة عليكم، وشكرا لكم بزاف، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة. Thank you.